هلا والله. اليوم راح نكمل لعبة انسايد، هذا المقطع الثالث. احس انه اللعبة بدت تصير اصعب من بدايتها، درت انه الغاز بدت تصير صعبة. اوكي معليش، رن جوالي. انا حاطه سايلنت عشان اتاكد يعني. اوكي سيكل. ايش سوي بالزر؟ اوكي رفعنا الموية. الباب هنا؟ لا. اوكي. صاير قاعد يدور الاسلاك الصفراء. لا روح من هنا يا ابو شباب. اوكي. صاير ادور الاسلاك الصفراء كل شوي عشان اجيب اتشيفمنت. اوه رجعنا نفس الغرفة. ليش رجعنا نفس الغرفة؟ رجعنا لنفس المكان. لا لا ما اوكي اصبر واشوف وش فيه هنا اول. ولا باب عادي. طيب ليش ما اقدر اضغط هذا؟ او ما اقدر انقز فوق؟ غريبة. اقدر انزل اضغط الزر ولا لا؟ اقدر اضغط انزل الزر. اضغط انزل الزر. انزل اضغط الزر. طيب تكفى لا يطلع اي شيء يخوف هنا بعد. يا اخي الانارة رهيبة جدا. استنى اللمبة تجي يعني؟ أظن أتوقع ما أدري. أوكي حب. كنت أحسب إنه ينفخ غصبًا. أوكي عرف 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 وش أسوي، لازم نرجع هذه عشان ننقز فوق ال فوق السلك. أو فوق ال السلكي هذاك الشيء اللي متعلق قبل شوي. يعني نرجع نشغل المويه و اوكي وقف هنا. يلا هوبا. يب. هذه ايزي مو بصعبه. ان شاء الله انه كل الغاز زي كذا. انا واحد جدا سيء بالالغاز، اللي يعرفني كويس مره مره سيء. مو سيء بس يعني افقد الامل بسرعه. بسرعه اطفش. اوكي. اوه شوف القطار اللي فوق. يا عيال صدقوني هذه لها دخل في الحرب العالمية، مستحيل. شوف المساجين في القطار. وهذه اللمبة اللي كانت برا. اوكي من اللي انا عرفته من اللمبات في اللعبة انك لازم توخر عنها. بنوخر عن اللمبة. بعدين. يمكن لازم انزل هذا الشيء. انا بنزل، لازم انزل القفص. القفص. اوكي حلو. اوكي. هوبا. هوبا. في لمبة ثانية. في لمبة ثانية. في لمبة ثانية. في لمبة ثانية. شت. خلاص انا بعد اسمعكم هنا. في لمبة ثانية. خلنا نوقف هنا لأنه هنا الظل. أوه شوف الفتحة لازم نفتحها. أسلم أسلم. بسرعة 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 بسرعة. ما في باب هنا؟ لا. Okay.
وش هذا اللي الحين براميل بنزين ولا وش بالضبط؟ اوكي يا رجل ايش المكان هذا؟ اكيد ودي يكتبون ودي يكتبون كوميك عنه، ولا مو كوميك بس زي نوفل، زي قصة عن المكان ذا. احس ودي اعرف وش صار هنا. اللعبة ممكن تقول لك وش صار هنا بس ما ابغى اشوف وش اللي صار بالضبط. تشوفون اللي هناك؟ تتوقعون يسمعوني ولا؟ اتوقع بعيدين ذول ما لهم شغل. لا لا ما لهم دخل، ما لهم دخل. اوكي. ما لهم دخل اتوقع. لين شكله قمط امي. طيب ليش في لمبه تحت؟ ليش في لمبه تحت؟ خلنا ننزل تحت. رد تحكني اصبر شوي. معليش. انقلع انقلع. او شت نزل الموية، ينزل في الموية الكلب، ينزل في الموية. شت وين اروح؟ لا لا يرحمها امك. اوكي تقدر تغوص ولا ما تقدر تغوص؟ لا ما يقدر يغوص، ما يقدر يغوص، ما يقدر يغوص. يا هطفة يا هطفة يا كلب. بسرعة ارق فوق ارق فوق ارق فوق ارق فوق. شت 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 اوكي. اوه شت اوه اوه. بسرعة 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 بسرعة. هبل هبل هبل. لعب عياله هو. نسوي فيهم نفس ما سوينا في الكلب هذاك الظاهر. توقع بسرعة بسرعة بسرعة. افتح واحد افتح واحد بسرعة. افتح واحد يا حيوان. اوه يا حبيبي. خليك هنا يا حيوان انت وياه. بسرعة بسرعة بسرعة. واحدة بس واحدة وادخل، واحدة وادخل يا حيوان، واحدة وادخل. اوكي اوكي بسرعة سكرة. يا رجل. اوكي الكلاب سووا فيهم حركة سامي الجابر وعلى طول. اوكي انزل تحت. في آدمي. هذا غواصة في GTA، غواصة اللي في جراند. تكفى قل لي إن نسوق الغواصة، يرحم أمك قل لي إن نسوق الغواصة. طفي اللمبة عشان أقدر أمر لو سمحت. لو سمحت طفي اللمبة عشان أقدر أمر. طحنا في الموية. يس الظاهر نقدر نسوق الغواصة. كفو كفو. لا هالحين من جد صارت عندنا ولينا. مين يتذكر السفينة حقتهم هذيك؟ ما ادري مو غواصة، كانت طيارة اسمها جمانة. مين يتذكرها الحين؟ هذا صدق الحين جاني الشعور كأني في عدنان ولينا. كان في ذيك الغواصة اللي عند جد عدنان. الو ايش لازم اسوي هنا؟ افتح باب هذا يمكن. والله فتحنا باب. فتحنا باب والله. اوكي ما
ما نقدر ندخل من هنا، يمكن في باب ثاني. لا اسلم، ايش ضغطت انا بي؟ اي 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 هلا ابوي. الموسيقى انا بسكت بس بيكم تسمعون. وصلنا لمكان مكسور هنا، فالظاهر لازم نجهز البوست. السلام. اوكي حلو. طيب ليش في لمبة حمراء هناك؟ نمبر 2 ليش نمبر 2 يعني؟ اوه نقدر نرقى فوق. خلنا نشوف، لازم نكسر هذا. عندنا ندخل الحين اتوقع. شو؟ ليش؟ يمكن ندف من فوق. هاي توقعت تضبط بس ما تضبط. مو باب احمر هذا. نطلع حنا من ال اذا رقينا فوق نقدر نطلع من الغواصة. يمكن لازم احنا ننزل. اوكي خلنا ننزل. لازم ننزل ونغوص ونروح الجهة الثانية. اظن في شيء نقدر نفتح الباب في الجهة الثانية يعني. يب 100%. اوكي يب هذا الحل. طيب يا اخي انا شخص ما عندي مشكله مع البحر والغوص، بس اذا صارت المويه تحتي يعني غامقه وعميقه مره يديني رعب كذا غريب. اتوقع كل احد مو اوكي لقينا في رامر ثاني. اتوقع ناس كثير زيي مو بالحالي. انا عندي رهبه من الـ من الـ من الاماكن العميقة اللي ما تدري وش اللي ممكن يكون يطلع من تحتك. على اني شخص احب الغوص يعني واغوص دائما. ما ادري ايش اسوي هنا، بس هذاك الشيء او الشيء ذا ما ادري. اوكي خلينا نضغط الزر، يمكن هو اللي يفتح الباب. او شت. اوكي خوينا صار سمبوسه. الأشخاص اللي ما جربوا الغوص ابدا يعني ولا هذا، صدقني سكوبا دايفنج. اوبا لا تطيح عليك. طيب انت لا تطيح عليك راح امك. اوكي اللي ما جرب الغوص لا يفوتكم، خصوصا الناس اللي في جدة. ادري انه في كثير اغلب اللي تابعوني من السعودية، لكن اللي في جدة بالذات لا يفوتكم. شيء جميل. عندكم البحر الاحمر، واحد من اكثر 10 بحور في الدنيا ومناطق في الدنيا الناس تيجي تغوص فيها. شيء جميل جدا، ولا هو بغالي ترى، رخيص. اوكي دخلنا غابه. وش ذا؟ ما اقدر اسحب من هنا. وش يسوي ذا؟ يمكن لازم نطير معاه وننقز هنا. اوكي هوبا حلو، خلاص سحبنا على الغواصة، ما عاد نبيها يعني. وشون ونمكن الحين نرجع لها.
المكان والجو هذا غريب. هوبا، وش المكان اللي تحت؟ ودي انزل، ودي انزل تحت اشوف وش اللي كان فيه تحت. ما ادري اذا نزلت يموت ولا لا. اها، شوف غواصتنا هنا، نفتح المكان للغواصة. حلو حلو حلو، جميل. نقدر نلقى فوق؟ لا، من تحت. طيب ننزل من تحت بعدين نسوي حركاتنا هذيك اللي كنت حاسب انها تفتح الباب. وش هذا الشيء؟ بسرعة نقدر نلقى فوق يا حمار. وش هذا الشيء اللي كان في الموية؟ وش الشيء اللي قبل شيء كان في المويه؟ انا قام اطم العافيه ترى الحين مره. في سلك هنا صح؟ لو يطلع المكان اللي في بالي. في سلك اصفر يا رجل هنا. وين وصلنا احنا؟ وصلنا مكان سري يا عيال، وصلنا مكان سري. اتوقع ما حد جاء هنا ابدا. اوكي، في ادمي هناك. هي لها دخل بالنقزه، لها دخل انك تنقز زي كذا، بس شلون ما اعرف. انا ما اقدر اركب فوق الغواصه. هو يقدر يركب فوق الغواصه. اوكي، وقف هنا في النص الله يخليك. اتوقع عرفت الحل، نخليه يوقف معانا واحنا ننزل. لا تطيح يرحم امك، وبعدين ننقز فيه ان شاء الله ما يغوص. الله اكبر، طلع صح. اوكي 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 اوكي، ثبتناه. كفو، الله اكبر. عطني اتشيفمنت كم؟ 70؟ لا يا اخي ما ابغى 70، عطني اكثر من 70. هذا شغلت مخي فيه. حلو، يلا مشينا. الله اكبر، وش شلون وصلت المكان انا اصلا؟ ولا جيت من فوق صح؟ الحق السلك الاصفر هذا، هذه الخطه هنا، الخطه واضحه. اوكي، ما اقدر اضغط الزر ذا. شلون اضغط الزر ذا؟ او اقدر انزل من فوق. طيب اوكي، انا اشوف ان مكان مناسب جدا نوقف هنا. ان شاء الله انكم مستمتعين معي في اللعبه. الله يعطيكم العافيه على الدعم اللي دائما تقدمون لي، شغل جبار صراحه. ان شاء الله اني اقدر ارفع هذا المقاطع قبل العيد. ما ادري اذا بمديني قبل العيد ولا لا. يمكن اخلي الحلقه وحلقه في نفس الحلقه بتصير ساعه يعني، ما اعرف نشوف ان شاء الله. لكن الله يعطيكم العافيه على الدعم اللي دائما تقدمون لي. بشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجايه. تيك كير، كيب سمايلينج، السلام عليكم.